حياكم الله من جديد في قضية رأي عام. نتجه إلى القضية الثالثة التي رصدناها في حلقة اليوم. هذه المرة تحمل بعد خدمي وتحديدا من جدة وإلى جنوب جدة. حارة البخارية أو حي البخارية إن صح الوصف وإن صحت التسمية، حي صغير يعني من تقريبا كيلو، له تاريخ طويل وبعيد يمتد إلى 100 عام منذ هجرة التركستانيين إلى المملكة العربية السعودية واستوطانهم وجلوسهم وإقامتهم في ذلك الحي. الحي قبل 50 سنة كان يصنف ضمن الأحياء المطورة، لكن ما هو حاله وما هو وضعه الآن؟ وهل يليق لمثل هذا الحي أن يكون ضمن منظومة عروس البحر الأحمر؟ أي من حياة والتفاصيل. البخارية أحد أقدم الأحياء بجدة، لا تتعدى مساحته الكيلومتر مربع، ويتوسط بعض الأحياء الأكثر شهرة في جنوب جدة، حيث يحده من الشرق حي الجوزين والسبيل، وشمالا شارع المخزومي وباب شريف، وجنوبا شارع الميناء، وغربا حي الهنداوية. في حي البخارية الجدران جدا ضيقة، الأزقة بالكثير يمشي فيها شخص واحد فقط، أما بالنسبة للخدمات الموجودة كلها معظمها اجتهادات شخصية. اللمبات المخصصة من الدولة لا تعمل، اجتهادات شخصية فقط من أصحاب المباني، يحط لمبة قدام بيته. أما بالنسبة للصرف الصحي زي ما احنا شايفين فقط بأدوات عادية، بساط قديم، خشب، هذا كل الاجتهادات موجودة من أصحاب المنطقة عشان يحموا نفسهم. الكهرباء واصلة، الموية واصلة، لكن الأنوار ما في معاونة، ولا كما البلد تيجي تنقل يعني. أول كان أتاريك وهم ملاحظا عليها، اليوم لمبات يقول لك كسرها كلها، وكسروا لنا أهل الحشيش، كسروا لنا أهل المخدرات، كسروا لنا عشان الواحد يشتغل يبيع ما تعرفه. فقال لا، أنا أتكلم برأس كل ما خاف من الله. حي البخارية واحد من 60 حي شعبي موجودة في مدينة جدة. البعض يسميها شعبية، بعض يسويها عشوائية، وآخرين ما يحبوا لا شعبية ولا عشوائية، يفضلوا يسموها عفوية. في النهاية ما تفرق التسمية بشكل كبير، على قد ما يفرق إنه هو وضعها في وضع الحقيقة سيء جدا، من الناحية التخطيطية، من الناحية البيئية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأمنية، ومن الناحية الأخلاقية. لو نظرت لها من جميع النواحي تجد أنها وصلت لمرحلة يجب فعلا أن يعاد النظر فيها. يعيش سكان البخارية أزمات متعددة تبدأ بالبيئة وتنتهي بالصحة، حيث النفايات الملقاة بين أزقته وخلف جدرانه دون أن تجد من يأتي ليجمعها، بعد أن حول عمال النظافة قمامة حي البخارية إلى وسيلة للبيع والشراء. هذا من عمال البلدية يدور على العلب، هذا أيوة يلقط العلب أساس يبيع. نظافة ما في نظافة، الشارع له أكثر من أسبوعين، هذا يأخذ العلب والأسلاك الأشياء اللي بيعها. كلموا العلم هذه المنطقة، يتكلمون وأجوا حفروا قالوا ما يصير هذا، كهرباء وكار التلفون نفس البدء هذا زمان. بعد جمنا احنا ساعدنا مع بعضنا، يعني اللي دفع 50 واللي دفع اللي يقدر عليه، يعني هذا الآن مجرى الآن حق الصرف الصحي مجهود شخصي من سكان منكم أنتم؟ هذا البلدية عملته؟ لا، البلدية أول مرة أجوا قالوا ما صح هذا الحل ضيق. لأن نحفر بيطيح ذا البيت اللي به، وقدامه كهرباء وقدامه تلفونات وحاجة بطلع. طيب وإيش سويتوا ده؟ جمنا احنا يعني كل احنا جامعنا وهبنا ماسورة كبيرة. هبنا ماسورة كبيرة ومجرى. هنا إيش في؟ على حجر بلاعة.
هذه بلاعه. هذه بلاعه وديك واحده. ها تعال انا كيف ترى. ها ها انا اوريك عشان تفهم انا ما اتكلم صح. ها هاي شيء ذا يصير. هذا هذه بياره. هذه بياره مجاري. اليوم للأسف الشديد حي البخارية وما يعيشه الأهالي من إهمال شديد فيما يتعلق بالنظافة، فيما يتعلق بالخدمات الأخرى التي يجب أن تتوفر لأي مواطن، للأسف الشديد حي البخارية وغيرها من الأحياء تعاني من هذا الإهمال. عدم الرقابة داخل الحي أدى إلى مخالفات كبيرة، فنجد أن هنا بعض المخالفين يرافقين مواد غذائية أي الدقيق بجوار نفايات. والله يا أخوك المنطقة هذه شوف زي ما أنت شايف، أول الشارع شوف كيف كله حفر، كله فيران، فرشات تخرب تعفن، عندهم رموع البيبان، الفيران حفرت حتى الجدران حق بيبان، يعني مرة ما في هذا، كل مين جاء رمق مايم رمق بس شوف قدام عينك. معانا من البلدية من جميع الخدمات، سواء شوفوا المنظر هذا، البلدية ما بتجي شيء، فيضطروا لسكان الحي يرموا هنا، فهذا السبب أمراض لنا ولأطفالنا في الحي. بالنسبة للبيارات عندنا هنا بناخذ خشب نغطي، لي 7 سنين أنا مبلغ في البلدية وما حد يجي يسوي أي شيء، والبيارات زي ما هي مكشوفة، يعني لو طاح واحد من الأطفال الله يرحمه. هذه أنا مركبها على حسابي، أيوة على أساس أنا ساكن قريب وخايف على واحد من أولادي يطيح فيها. الأشياء التي يجب أن تكون يعني موجودة لأهالي حي البخارية وغيرها من الأحياء الأخرى التي تعاني من إهمال، خدمات الصرف الصحي، خدمات المياه، الموافقة على ترميم البيوت، البناء، السماح بتعدد الأدوار، ترصيف الشوارع، الأحياء الضيقة يجب توسيعتها. أنا لست من ناحية أنه لا يجب أن يترك الحي كما هو، لا يجب أن يتم هدم بعض الأشياء لتوسعة الطرق، ولكن أما أن يتم إزالة الحي بالكامل من أجل أن تقام فيها أبراج وفنادق طبعا لا. الحقيقة الشيء اللي يفرح بالنسبة لنا في منطقة مكة المكرمة أن المسؤولين وضعوا يدهم على المشكلة وبالتالي عملوا دراسات ورفع الأمر للمقام السامي وتم عمل منهجية لحل المشكلة هذه. بداية المنهجية بدأت بالأمر السامي اللي هو رقم 9002 في 19428 اللي قام تشكيل لجنة وزارية لحل المشاكل العشوائية المناطق العشوائية. أيضا من ضمن الأشياء الحقيقة الجميلة أنه حتى ما يصير فيه اجتهاد قامت الأمارة بعمل لائحة اسمها لائحة تطوير المناطق العشوائية عشان تنطبق على كل المناطق بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، ويكون في عدل في معالجة تطوير المناطق العشوائية لكل شرائح لها علاقة بالمنطقة العشوائية. وبين هذا كله نسمع من وراء جدران بيوت حي البخارية حالات إنسانية تعاني الفقر الشديد، حيث لا يجد البعض قوت يومهم، وهناك من يعيش خوف سقوط سقف منزله المتهالك ليصبح ضحية للتشرد. والله ما احد بيشتكي صراحة. ليش ما بتشتكوا طيب؟ يمكن في تجاوب. والله انا الحمد لله يعني عند بيت هناك في الاخر الحمد لله تمام. المسيرة شوف الوسط هذا دائما المجاري تطلع هنا شوف عند الماسورة دي. المجاري دائما تطلع شوف الفرشات كيف وشوف العفان عاد. مرة يعني صراحة الفيران حتى عند بيتي محفر. لا يا حبيبي لا تشتكي على البلدية. ليش؟ ما في جواب، ما في أي شيء. ما في تجاوب نهائي؟ أبداً. وخلاص صرتوا تصلحوا؟ خلاص نصلح على حسابنا وبعدين نشوف. خشب صاروا الناس بيحطوا خشب. حالياً عندنا حوالي 60 حي تقريباً عشوائي، وفي أحياء أصبح التغيير فيها ضرورة ويمكن تخش في الفئة الرابعة في التطوير إنه يجب تطويرها عاجلا. أنا في اعتقادي بعد صدور اللائحة المفروض الآن الأمانات، أمانة محافظة جدة، أمانة العاصمة المقدسة، بلدية الطائف، يجب عليهم أن يقوموا الآن بوضع هيكلية تمام
ويحطوا جدول زمني للتطوير ويعلن هذا للجميع، لأنه من مدى الشفافية أنه يجب كل واحد أن يعرف إيش اللي حيصير في بيته، إيش اللي يصير في حيه، إيش اللي يصير في مدينته، ومتى يصير الكلام ده كله. الشيء الثاني، إعادة النظر في قيمة العوائد المالية للعقارات اللي تكلمنا فيها قبل شوية. الآن لو تبى تقيم عقار في داخل الحي ما يسوى يمكن ولا 1000 ريال للمتر المربع، والمبنى كله 200 متر مربع ما يطلع له مبلغ، وحيترمي في الشارع. والمفروض إنه الحلول يعني ما تكون ضد السكان أصلاً، بالعكس إحنا المفروض نشجع السكان ويكون لهم مزايا وعوائد تشجعهم حتى إنهم يساعدوا في 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 تفعيل القرار. شكرا للزميل أيمن حيات الذي رصد لنا حال حارة البخارية أو حي البخارية. على أي حال، جدة تمر بحالة من حالات التطوير متعدد المشارب واللي يمتد أثره على المدى البعيد. كل أملنا أن يطال التطوير حارة البخارية، لا لشيء إلا لأنها تحمل عبق التاريخ، تحمل ريحة تاريخية عظيمة جدا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستهان بها أو تصبح مهملة بعيدة عن نطاق التطوير الذي يطال جدا.